هل يحتاج العراق إلى مساعدة؟ يقيناً العراق بهذا الوضع يحتاج إلى مساعدة على المستوى الاقتصادي، النهضة، التنمية وغيرها. من يحتاج من هذه الأطراف؟ أكيد يحتاج مثلاً من هذه الدول. هل عرض العراق فقط على الصين أم عرض على الجميع خلال مدة 17 سنة؟ العراق عرض على الجميع المساعدة، عرض لذلك طبيعي أنه العراق يختار الطلب اللي بالنسبة إلى أنسب إليه. هل هناك أفضل من نسبة أنه الدولة اللي تقول أنا لا أحتاج إلى أموال، لا أحتاج إلى نقد، سيولة نقدية، ما يحتاج إلى سيولة نقدية، يقول اعطوني برميل نفط، 100 ألف برميل نفط تتراوح ما بين 100 ألف إلى 300 ألف بحسب المشاريع وزيادتها، على اعتبار بأن 40% من صادرات العراق للنفط أو على الأقل احتياجات الصين للنفط 40% العراق يأخذها، أكثر من مليون برميل يوميا يروح للصين، مليون برميل نفط عراقي يروح للصين خارج خطة التصدير. ما له علاقة خارج خطة التصدير، خارج الأوبك وحساباتها، يعني هذا 100 ألف خارج الحسابات. وإحنا ما شاء الله عندنا مئات الألوف من البراميل يوميا تروح وما ندري بيها وين، عصابات وعوائل حاكمة زين وده تحكم مو؟ هل يدخل الفساد فيه؟ ماكو أموال مقبوضة. أحسن. فلذلك تأتي فهذه يعني. هي إنه هذا هو نفس هي نفس الفلسفة اللي قامت عليها النفط مقابل الغذاء فعلا، يعني هي ذاتها. إنه تعطيني نفط أنا أعطيك عمار، أنت محتاج إلى أعمار. ماكو أفضل من هذه الصفقة. طبعا على فكرة ماكو ربط، البعض يربط ما بين طريق الحرير مبادرة الحزام والطريق ما بين هذه الاتفاقية. ماكو ربط، طبعا ماكو ربط، هذه مذكرة غير والحزام والطريق غير.